مرحبا يا شباب يا بنات، شو الطيارة؟ حجي أخي هاتوا الشنطاية حطها محل المقدم، بعيننا الله. فلذلك كان كل سنة اجتمع بالشيخ أبو محمد البرتاوي، كل سنة اجتمع فيه نعم عند الحلاقة بميناء، فيكون معي مقص عم احلي للحجاج تبعاتي عم قصر لهم عين ما نصل على الحرام نحلي على الصفر. ما لاقي لا جا هيك احط راسه طلع بوشه ولا حل، اذا مو مفوجنا لا انا فاضيله لا يا ابو محمد جارنا، اهلين ابو محمد احلى له. نعم سبحان الله ايام كانت. شو معنى لك اخي يدور دوار عليه اني لاقيه ما لاقيه؟ ومحمد قول عم يتربط لي كل سنة عم يستناني بس اجي. اي نعم تلاقي حط اي نعم 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 دعاء قنوت الوتر. ايه لا بس تقرا فاتحة وسورة بالركعة الثالثة بالوتر الله اكبر، ترجع يديك لمحلون وبتدعي اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، بتدعي إيديك محل بيرجع اللهم بتبسطه محل. بس نوصل إن شاء الله للوتر. بالنسبة للتقصير إيه؟ للنساء حرم للرجال، فهذا التقصير من الناس أو كما قال نعم هو نعم اللي فازوا لا المحلقين انه نعم ما ورد في نص صحيح حلق بس الحلق معناتها نعم الانسان للذكور يعني ايه والتقصير للنساء النساء بتاخذ بمقدار الانملي من شعراتها ايه يعني هنيك مثلا كل يوم اذا جابوا عمره بتجيب لها المراه اذا بنقعد بمكه 9 ايام كل يوم مثلا جابت لها 3 عمرات 3 في 9 ب 27 بيصفوا شعرات حالتهم هنا عم نص ليمونه هنا تلاقي شويه شعر على راسك وكلياتهم خلصتوا. ايه نحن نحلي بالموس نحلي ايه نعم فاز المحلقون قالوا المقصرون يا رسول الله قال فاز المحلقون قالوا المقصرون يا رسول الله قال فاز المحلقون قالوا المقصرون قال والمقصرون إيه فلذلك نعم تقصير يعني بصح لكن المحلق أفضل. وسيدنا جابر لما نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام يحكي عن الثواب اللي حلق شعراته هو كان حالي حلوه نهائيا على الصفر، قال قد ما انسررت نعم لو اعطوني جمال الدنيا حمر النعم ما انسريت، قد ما انسريت بحديث النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ايش المحلقين. فكان في معي انا معي ناس مسؤولين بالدوله معي يعني راحوا على الحج، والله انا قلت لحالي هلا بس بيأثروا شوي يعني لحالقين على الصفر. يعني يوم شفته هيك حال على الصفر كل واحد حالي على الصفر نجي نبوسه من قرعته من فوق نعم تعال بوسي هنا ف والسلك والقضاضة البيضاء نعم حطها لما الانسان بيكون حالي ما بتطير عن راسه اول ما يطولوا شوي بتصير توا على حالها بالزحلق نعم. على اي مذهب عند الركوع وعند الرفع؟ في المذهب الشافعي والأوزاعي هنا عند أبو حنيفة لا. أنا حكيت لكم بأنه إيه نعم لما طلع الإمام الأوزاعي لعند أبي حنيفة وتناقشوا إيه نعم في الحديث هنا نعم تسبيح عقب الصلوات. فلما الإنسان بيخلص إيه نعم صلواته هلا عند الإمام أبي حنيفة من السنة القيام إلى السنة، خلصت صلاة فز للسنة ما في إيه نعم الله معك يا سيدي ما في انك تقرا اورادك وبعدين تجيب السنه
من السنة القيام إلى السنة، قوم جيب السنة بعدين تقرأ أورادك. عند الإمام الشافعي لا، بجيب أوراده بعدين فز بجيب السنة. وهذا بصح وهذا بصح. أنا ما بفز أحياناً، ليش؟ لأنه إذا فزيت نور الإمام شو بيقولوا الناس؟ ها؟ معناته الشيخ أعلى من الإمام، أصبح الشيخ بيعرف أنه لازم نصلي ما لازم نعود، شوش على الإمام. فلذلك بضطر أعود مع الإمام أقرأ الورد معه، مع أنه إذا كنت لحالي أو كنا بجوامعنا نعم نعرف فيه عم زي أبو حنيفة نخلص الفرض من فز من جيب السنة، من السنة قيام إلى السنة. وإذا فرغ بس يخلص نعم بدعي. والمرأة تتورك، مرأة بتقعد نعم على الأرض طلع رجلها من تحت، إيش رجلها اليسار من تحت رجلها اليمين، وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، هلأ بيجي معنا، وأشار بالمسبحة في الشهادة، يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات، أشهد أن لا إله إلا الله بالشكل هذا. أما عند الإمام الشافعي طول القعود بتم رفع أصبعته. وين يتخربطوا العالم إذا واحد عم يصلي جنبني أنا لابس لفة ما بيلاقي إلا أشهد أن لا إله إلا الله نزلت أصبعتي، يقول الشافعي المذهب وما له عرفان يرفع ينزل، يقول لحاله شو أعمل أنا هلا إذا ما رفعته ونزلته بفكرني الشيخ إني جاهل. نعم فمسكين بيرفعه وبينزله. في ناس متمكن بالمذهب بتم رفعه. أنا إذا تم رفعه بعرفه إنه ممكن بمذهبه. فإذا رفعه ونزله بقول حالي ضاع الزلمة. ولا يزيد على التشهد في القعود الأول. شو القعود؟ تحيات لله والصلوات والطيبات. ذكرنا لكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج كيف كانت؟ تحيات لله والصلوات والطيبات. تحيات هي العبادة الكلامية، صلوات العبادة البدنية، طيبات العبادة المالية. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيش يعني؟ نعم قال له رب العالمين سبحانه وتعالى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام بيناسب العبادة الكلامية، الرحمة بتناسب العبادة البدنية، البركة بتناسب العبادة المالية، بتناسب المال، البركة بيناسب المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع لنا شيء من عطاء الله سبحانه وتعالى، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقالت الملائكة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فأنت بالتشهد بدك تنشئ إنشاء مو إخبار، لأن الكلام على قسمين، في كلام إنشاء كلام إخبار. إخبار عم تحكي مثل إيش؟ لما تقول وصلى الله على سيدنا محمد أنت عم تخبر أنه الله سبحانه وتعالى صلى على النبي. لكن الإنشاء لما بتقول اللهم صلي على سيدنا محمد أنت هلا عم تسلم على سيدنا النبي. فالتحيات لله والصلاة الطيبات بتأنشأها إنشاء بتخاطب فيها رب العالمين سبحانه وتعالى إن عم أنت من عندك، مو عم تحكي قصة الإسراء والمعراج، من عندك عم تسلم على رب العالمين سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقرأ الفاتحة فيما بعد الأوليين، بالركعة الثالثة والرابعة لما فز بس الفاتحة، ثم جلس وقرأ التشهد الذي ذكرناه، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بما يشبه القرآن والسنة. دعاءك تخيره من القرآن والسنة، إيه نعم أفضل. ثم سلم يمينا ويسارا فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ناويا من معه كما تقدم. تذكروا الدرس السابق إيه نعم شو بينوي كذا. ثم قال باب الإمامة. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم.